السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي الطلبة، أهلا بكم. في المحاضرة السابقة شرحت أول مجموعة من تبويب الصفحة الرئيسية هوم، وهي مجموعة الحافظة كليبورد. في هذا الفيديو نكمل ثاني مجموعة موجودة في تبويب هوم، وهي مجموعة فونت الخط. هذه المجموعة ضمت داخلها الأدوات اللي تتحكم بتنسيق الخط. فحتى نطبق هذه الأدوات، في البداية نحدد خلية ونكتب بداخلها نص، مثلا نكتب Excel، نضغط Enter، نرجع نحدد الخلية. أول أمر موجود بمجموعة فونت من تبويب الصفحة الرئيسية هوم. هنا هذا الأمر يتحكم بنوع الخط، واسم الخط الظاهر أمامنا بالمستطيل يمثل آخر خط تم استخدامه. إذا ضغطنا على السهم الصغير الموجود بجانب المستطيل، راح يتم استعراض كافة أنواع الخطوط المثبتة داخل جهاز الحاسوب، واللي من خلالها نقدر نغير شكل الخط أو نوع الخط. طبعا أكو عندنا نوعين من الخطوط، خطوط خاصة باللغة العربية وخطوط خاصة باللغة الإنجليزية. شلون نميز بيناتهم؟ الخطوط باللغة العربية يكون مثبت أمامها عبارة أبجد هوس حتى نفرقها عن الخطوط الخاصة باللغة الإنجليزية، وطبعا الخطوط مشتركة، يعني ممكن نطبقها على النصوص باللغة العربية أو كانت باللغة الإنجليزية، مثلا الخط تايمز نيو رومان والخط إيريال. وبالإمكان أكتب نوع الخط اللي أريد أستخدمه هنا بالمستطيل، مثلا خط تايمز نيو رومان، ومجرد ما أكتب الحروف الأولى من اسم الخط راح يظهر أمامي، وأيضا موجود بالقائمة أختاره فيتم تطبيقه على النص الموجود داخل الخلية. أما هذا المربع اللي موجود بالرقم 11، فهنا يمثل حجم الخط. هذا الرقم يمثل حجم الخط، يعني حاليا النص الموجود داخل الخلية D3 حجمه 11 نقطة. أما إذا ضغطت على السهم الموجود بجانب رقم 11، فأيضا راح تظهر لي قائمة بالأحجام من 8 إلى 72 نقطة. هنا من خلالها أقدر أختار حجم الخط المرغوب، أو ممكن الكتابة بداخل هذا المربع الصغير أكتب حجم الخط اللي أريد تطبيقه وأضغط Enter. طبعا أقدر أكبر حجم الخط إلى حد 409 نقطة داخل برنامج الأكسل، هذا أكبر حجم للخط ممكن أوصل له. الأداة A Capital والA Small، الغرض من هذه الأداتين هي تكبير وتقليص حجم الخط بمقدار مرة واحدة، يعني النقرة الواحدة على A Capital تكبر حجم الخط بمقدار نقطة واحدة، والA Small الA الصغيرة هنا تقليص حجم الخط بمقدار نقطة واحدة، يعني كل نقرة تقلص حجم الخط بمقدار نقطة واحدة. الأداة B، هنا B هي الحرف الأول من كلمة bold معناها غامق. هنا الغرض من عندها هي النص بالخلية يكون غامق. الآي معناها italic مائل، النص يكون مائل. اليو من كلمة underline، الغرض من عنده وضع خط تحت الكتابة. الآن تفعلت هذه الأدوات، بالإمكان إنه نلغي تفعيل هذه الأدوات إذا ضغطنا عليها مرة أخرى، فراح يتم إزالة تأثيرها. هذه الأداة الغرض من عندها نغير لون الخلية. الآن الخلية هي باللون الأبيض، الخلية المحددة دي 3 باللون الأبيض. إذا أردنا نغير لونها من خلال هذه الأداة، نضغط على السهم الموجود بجانبها تظهر لنا قائمة بالألوان القياسية، نختار من عندها أي لون للخلية، أو more colors يعني ألوان إضافية، مثلا نختار اللون الأصفر للخلية، أصبحت الآن باللون الأصفر. الـ A capital وأسفلها خط
بملون. الغرض من عدها أو فائدة هذه الأداة هي تلوين الخط. أيضا موجود سهم بجانبها نضغط عليه تظهر إنه قائمة بالألوان القياسية أو مور كالرز، أي مزيد من الألوان الإضافية. مثلا نختار هذا اللون، حيتغير لون الخط للون الأحمر بعد إن كان باللون الأسود. أما هذه الأداة فهي البوردر أي الحدود، الغرض من عندها هو التحكم بحدود الخلية. نضغط السهم الموجود بجانبها تظهر أنها قائمة بكل الحدود اللي ممكن تطبيقها على الخلية، يعني حد للأسفل للأعلى، يسار الخلية يمين الخلية، أو الخلية كلها نحيطها بحدود. نلاحظ الآن حدود الخلية أصبحت باللون الأسود. وأيضا بقائمة الحدود موجود آخر أمر هو more borders، يعني المزيد من الحدود. تظهر أن مربع حوار فيها كل أنواع الحدود، ممكن أن يكون الحد منقط. وأيضا ممكن نغير لون الحد، يعني مو شرط باللون الأسود، مثلا نخليه باللون الأزرق. وهنا تظهر أن معاينة، يعني حتى إذا نثبت التنسيق المطلوب نضغط أوكي. فنلاحظ هذه الخلية أصبحت حدود من الأعلى والأسفل وحد شكله منقط وباللون الأزرق. أما هذا السهم الصغير اللي موجود أسفل مجموعة فونت عند الضغط عليه يظهر أنه مربع حوار يضم كل الخيارات المتعلقة بإعدادات الخط اللي قسم من عندها ظاهر كان أمامنا مجموعة خط مثل نوع الخط، حجم الخط، لونه، وبالإضافة إلى مزيد من الميزات الأخرى.